إذا تحسب نسبة النمو ما بين 67 وما بين 97 وتضربها بعدد السنين، المفروض أرباح الخطوط الجوية العراقية تتجاوز 350 مليار دينار. زين، لكن الخطوط الجوين الآن خاسرة. ليش؟ الفساد. 350 مليار بالسنة. نعم. كان المفروض الآن خاسرة. إيه شلون؟ اللي الناس اللي تديرها بدون خبرة، مو صار عليهم حظر جوي. زين. شنو سووا؟ راحوا جابوا شركة تعاقدوا وياها يطيرون بس باسمها، تاخذ 1100 دولار على الساعة. 1100 دولار. وسرق بالوقود وسرق بالصيانة وترتب فواتير، هذا عقد سواه.